طبعا نحن اليوم هلا صار ايمان عنده 2500 ريال ولسه الاخر كل الساعه موجوده باللعبه. وهي سؤال جديد من الحلم. يلا سؤال الحلم فيه 5000 ريال، نصهم للي حيفوز ونصهم بيزيدوا على الجائزة، بصير جائزة 52500 ريال، بس تبعت كلمة فوز على الأرقام التي تكرج على الشاشة كرج. منقول ألو؟ 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 مرحبا. أهلا وسهلا. مصطفى الأغا من إم بي سي، أتعرف عليك؟ أحمد من مصر. الاسم؟ أحمد. أحمد أحمد. إزيك يا أحمد؟ الحمد لله. أخبارك إيه؟ كله تمام والله. رمضان إزيه في مصر؟ يعني. رمضان كويس؟ كل سنة طيب. وأنت كل سنة طيب. طيب. الحمد لله. طيب. أحمد أنت في أي مدينة في مصر؟ أنا في البحيرة. في البحيرة؟ آه. وأنا ساكن في البحيرات، يعني طلعنا جيران. والله العظيم أنا ساكن في البحيرات بس ما أعطيك وين يعني. بس اسمع أهلا وسهلا. أهلا يا أحمد. حسألك سؤال صعب صعب. اتفضل. إذا عرفته حديك يعني حتربح مبلغ جيد. ماشي ماشي. في مطرب راحل له أغنية اسمها سواح. أنا ما بدي اسم المطرب. أنت عرفان الغنية؟ أكيد. هي بتقول إيه؟ تقول سواح ماشي في البلاد. لا لا مش كده. لا 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 ده السؤال فيه 2500 ريال. يلا يا أحمد اديني اديني. لا ما أعرفش أغني. شوية شوية شوية. يلا أساعدك أنا. سواح سواح وأنا ماشي. أيوة وأنا ماشي سواح. أيوة بعد. إيه ده أحمد لازم أخذ منك فلوس على الغنى يا أحمد. مين المطرب؟ عبد الحليم. خلاص بلا تايمر بلا بلا بلا. مبروك عليك 2500 ريال يا احمد. بس يعني خلاص الغناء اعتزلته انت وزادت الجائزه الان 2500 ريال لانه 5000 كانوا اخذ نصهم احمد وزادت الجائزه صارت 52500 ريال يا ايمان. انت وجوزك عاد عم تتنافسوا على 52500 ريال. اجينا للسؤال رقم 11. طبعا اذا جاوبت غلط راح يرجعوا كلهم بس الجائزه راح تنقسم نصين. من هو اشهر كابتن في العالم العربي يا ايمان؟ هل هو الكابتن ماجد، كابتن عدنان ام كابتن عمر؟ اشهر كابتن في الوطن العربي. فهد من العراق بيقول اه ترى انا هوايه اعرف هذا السؤال. شكوا عيني اكل مندي ولا اكل مسقوف ولا يمكن اكل باتش اليوم. والجواب الصحيح هو كابتن ماجد. كابتن ماجد عرفتي هذه؟ والله شكلها مجاوبي صح. شكلها مجاوبي صح. شكلها مجاوبي صح. جاوبي صح. ال 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 والله إيهاب من الأردن. أحييك يا إيهاب من الأردن ولا من فلسطين؟ أحييك يا إيهاب من فلسطين.